الشعار ديال الاحتفال بفاتح ماي خدت المركزيه ديالنا النقابيه الاتحاد المغربي للشغل جميعا من اجل الحريات النقابيه، لان هذا هو الاشكال الكبير اللي تنعيشوه في المغرب في هذا السياق اللي تعيشوا، وفي السياق ديال الاحتقان الاجتماعي، وفي السياق ديال الوضع السياسي والاقتصادي اللي تعيشوا بلادنا. كاين واحد الهجوم ممنهج على الحريات النقابيه وعلى المفاوضات وعلى حق التنظيم، وبالتالي الشعار ديالنا هو الشعار جميعا من أجل الحريات النقابية. هذا الاتفاق مع الحكومة ومع الكونفدرالية المقاولة المغربية يستجيب لبعض أقول لبعض المطالب التي ما فتئت الطبقة العاملة تدافع عنها. إنها مرحلة للتذكير بأن الطبقة العاملة تستحق الكثير، تستحق زيادة في الأجور، وهذا ما تم في هذا الاتفاق. ولو أن الزيادة في تلك الأجور بالنسبة للموظفين لدخل جد محدود، وكذلك زيادة في الأجر الحد الأدنى السميك بالنسبة للقطاع الخاص والسماك بالنسبة للفلاحة، هذه مرحلة، ولكن يجب مواصلة الحوار الاجتماعي، يجب مواصلة النضال الحقوقي والنقابي والاجتماعي للتجاوب مع مطالب أخرى، وفي مقدمتها الحقوق النقابية التي ترتكز عليها أغلب المطالب. نحن نطالب بنقاش وحوار اجتماعي، وأن يبقى الحوار القطاعي مفتوحا، وأن تناقش جميع الملفات بإطار من الاتزان والمعقول والمنطق. فلا يمكن إطلاقا أن ندكي الاحتجاجات والاحتقانات الموجودة. فنحن قبلنا بهذا التعاقد أو بالعقد الاجتماعي أو التعاقد الاجتماعي لبداية الحوار وليس لإنهاء الحوار. نحن كبداية قبلنا ما قبلنا به، وإن كان ضئيلا، ولكنه مبدئيا نقول النقابات تبدأ بالبسيط لتصل إلى الهدف الكبير. في الحقيقة جد سعداء بأنه نخرجوا هذا اليوم، أولا للتعبير عن دفاعنا الدائم والمستميت على الشغيلة في القطاعات المنضوية تحت رئاسة الحكومة في الغولف الملكي والشؤون العامة والحكامة، وثانيا تعبير على مطالبنا الأساسية، بداية بخلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لجميع الموظفين في رئاسة الحكومة، ثانيا بإعادة الاعتبار الموظف داخل هذا القطاع اللي ولاو من القطاعات المهمشة في المغرب، ثالثا خلق التعويضات أو إعادة التعويضات اللي تم اقتطاعها في عهد الحكومة البائدة. بالنسبه لنا احنا ككونفدرالية ديمقراطيه للشغل، هذا اليوم اللي هو المفروض انه هو يعني عيد اممي للشغيله، احنا بالنسبه لنا هو يوم حداد، لاننا للاسف الاتفاق اللي جابته الحكومه لا يلبي رغبات او لا طلبات او في الحد الادنى للاجراء سواء كانوا في القطاع العام او القطاع الخاص، وحنا رفضنا التوقيع لانه فعلا ما يمكنناش نزكيو واحد المجموعه ديال الاشياء اللي ماشي صحيحه، على راسها مثلا اتفاق ديال 26 ابريل 2011 اللي للاسف في واحد المجموعه ديال المضامين وهذه 8 سنين دازت ما كاينش اجراءات ديالها نهائيا، وطلبنا ان على الاقل في هذه المده ديال ثلاثه سنوات اللي غادي يضمها الاتفاق ان على الاقل تكون واحد الاجراءات ديال هذيك المضامين باش تنفذ. للاسف رفض الامر، وجا في الاتفاق بواحد الشكل يعني عمومي فضفاض ما فيه اي التزام ديال الحكومه. كاين ايضا زيادات اللي هي هزيله، حنا طلبنا بانها تصرف ابتداء من فاتح ماي، ولكن للاسف هي غادي تكون على ثلاث سنوات، وحنا الا شفنا التضخم وشفنا ارتفاع تكلفه المعيشه فالزياده في الحقيقه ما كتغطيش، الا جينا نشوفوا ما كتغطيش حتى الاجراءات اللي خداتها الحكومه فيما سماته الاصلاح ديال الصندوق المغربي للتقاعد، للاسف هو كان افساد. وبالتالي احنا الان دابا يمكن هذا استثناء في المغرب، الاجير ديال 2011 يمكن كي الاجره ديالو اكثر من 2019، هذا غريب. وكاين واحد مجموعه ديال ايضا ديال البنود اللي نصينا عليها من بينها الحريات النقابيه، ضرورية انها تكون. حنا كنشوفوا بان مثلا مع تنامي الشركات المتعدده الجنسيات كنشوفوا مثلا بمجرد ما كيدار واحد المكتب نقابي الا وكيتم الطرد ديال الاعضاء. اولا نحن مع تحسين الدخل ومع الزياده في الاجور، لكن لم نوقع لعدم التزام الحكومه بالاتفاقات السابقه، وعلى الخصوص اتفاق 26 ابريل
الذي يهم بالخصوص الدرجة الجديدة، وكذلك وأن النقاش ديال القوانين ديال الإضراب وقانون النقابات يدرجوا في طاولة الحوار وليس في قبة البرلمان.